بعد تكرار الحرائق، السوداني يعفي مديري سلطة الطيران المدني ومطار بغداد ويوجه بالتحقيق في إجراءات العقد الخاص بمنظومة الإطفاء. رغم التسهيلات العراقية، منتخب كوستاريكا يصر على عدم اللعب في البصرة، والداخلية تصف رفض ختم جوازات الوفد بغير المقبول. رئيس الوزراء يشكل لجنة عليا برئاسة أبو علي البصري لمواجهة ملفات الفساد الكبرى، ويوجه بسحب يد مدير عقارات الدولة. لتجفيف منابع الإرهاب، انطلاق عملية الإرادة الصلبة بمرحلتها الثامنة في الموصل، ومكافحة الإرهاب يقتل قياديا داعشيا في الرمادي. أهلا بكم. أعفى رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني رئيس سلطة الطيران المدني نائل سعد ومدير مطار بغداد الدولي علي تقي من منصبيهما على خلفية الحريقين اللذين شهدهما المطار خلال اليومين الماضيين. السوداني وخلال زيارته لمطار بغداد الدولي شدد على متابعة التحقيق والوقوف على الأسباب الحقيقية وراء تكرار الحرائق في ظرف يومين، موجها بمراجعة جميع الإجراءات الأمنية المطبقة في كل مرافق المطار ومتابعة إجراءات العقد الخاص بمنظومة الإطفاء الذاتي المتوقفة منذ العام 2013 وتحديد المقصرين في عدم تشغيلها كل هذه المدة. هذا وكانت مديرية الدفاع المدني قد أخمدت حريقا اندلع في صالة نينوى بمطار بغداد الدولي. بيان للمديرية ذكر بأن 15 فرقة إصفاء تخصصية وأخرى ساندة بقيادة مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان شاركت بعمليات الإطفاء، وأضاف إن عمليات الإخماد شملت أيضا مكاتب السفر التي اندلعت فيها النيران لتنتهي أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية. من جهتها أكدت سلطة الطيران المدني عدم تأثر جدول الرحلات في مطار بغداد الدولي إثر حريق اندلع في إحدى صالاته. بيان لسلطة الطيران ذكر بأن الحريق الذي اندلع في صالة نينوى بالمطار تمت السيطرة عليه ولا توجد خسائر بشرية إلا بعض الخسائر المادية الطفيفة، وأضاف إن جدول الرحلات الجوية مستمر بصورة منتظمة ومغادرة الرحلات مجدول. رفض الاتحاد الكوستاريكي لكرة القدم خوض مباراة ودية أمام منتخبنا الوطني في البصرة، وقال مصدر للرابعة أن رئيس اتحاد الكرة عدنان درجال ومحافظ البصرة أسعد العيداني بذل جهدا كبيرا من أجل إقناع كوستاريكا باللعب في العراق، وبين أن الوفد العراقي استحصل موافقة رئيس الوزراء بتوفير طائرة خاصة لنقل المنتخب الكوستاريكي، لأن الأخير رفض القدوم إلى البصرة. هذا وكان محافظ البصرة أسعد العيداني ورئيس اتحاد كرة القدم عدنان درجال قد توجها على متن طائرة خاصة إلى الكويت لإعادة نقل المنتخب الكوستاريكي من الكويت إلى البصرة. هذا وعدت وزارة الداخلية تحجج المنتخب الكوستاريكي حول الختم العراقي على جوازات سفرهم أمرا مستغربا، وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد المحنة
إن اعتذار منتخب كوستاريكا عن اللعب مع منتخبنا الوطني في البصرة أمر غير مبرر بعد إكمال الاستعدادات والإجراءات لاستقبالهم، وأضاف أن تحججهم بأنهم لا يريدون الختم العراقي على جوازات سفرهم أمر مستغرب جدا وغير مقبول، مؤكدا بأن العراق قد اعتاد على استقبال الملايين في مناسبات مختلفة ولم يسبق أن تعرض أحدا للمساءلة بسبب دخول الأراضي العراقية بالطرق الرسمية. إلى ذلك أشارت مديرية الجنسية والجوازات العامة إلى أنه لا يسمح لأي شخص بدخول العراق من دون ختم جوازه، وقال مدير الجنسية والجوازات العميد حازم اللامي أن وفد المنتخب الكوستاريكي امتنع عن تسليم الجوازات وطالب بدخول العراق من دون إدراج معلوماتهم في نظام حفظ البيانات، مؤكدا بأن هذا الإجراء مخالف للقانون العراقي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الجانب العراقي قدم الكثير من التسهيلات للوفد الكوستاريكي، إلا أن الوفد رفض تسليم الجوازات على الرغم من محاولة إقناعه بضرورة الامتثال للقوانين. هذا وكان الاتحاد الكوستاريكي لكرة القدم وبموقف صادم قد قرر إلغاء مباراته الودية مع مستضيفه العراقي التي كانت من المقرر إقامتها اليوم الخميس في ملعب البصرة الدولي لأسباب وصفها بالإدارية. وقال رئيس الاتحاد الكوستاريكي رودولفو فيلابوس في تصريحات صحفية من الحدود الكويتية العراقية أن قرار رفض الدخول إلى العراق بسبب مطالبة الجانب العراقي بختم جوازات سفر اللاعبين الأمر الذي سيؤثر في رحلاتهم الأخرى، لافتا إلى أن كل الأدلة تؤكد أن كوستاريكا التزمت بجميع الشروط لكن الجانب العراقي لم يوفي بالتزاماته على حد قوله. وجه رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني بسحب يد مدير عقارات الدولة من منصبه، وبحسب وثيقة صادرة من مكتب رئيس الوزراء فإن السوداني وجه بسحب يد مدير عقارات الدولة، وكان النائب هادي السلامي قد طالب رئيس الوزراء بسحب يد مدير العقارات بسبب الفساد وهدر المال العام في الدائرة، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات الأصولية خدمة للصالح العام. هذا ووجه رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني بتشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد، وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن تشكيل الهيئة يهدف لمكافحة الفساد بآليات غير تقليدية تتجاوز السلبيات السابقة والتسريع بمواجهة ملفات الفساد الكبرى واسترداد المطلوبين، وشدد البيان على أن رئيس مجلس الوزراء وجه كذلك بتشكيل فريق ساند بصلاحيات واسعة لتقديم الإسناد الكامل لهيئة مكافحة الفساد برئاسة الفريق عبد الكريم عبد فاضل أبو علي البصري. في ملف الخدمات أصدر رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني توجيهات تتعلق بالواقع الخدمي والمشاريع المتلكئة في بغداد. السوداني وخلال ترأسه اجتماعا ضم محافظ بغداد محمد جابر العطا والمديرين العامين شدد على ضرورة تغيير الواقع الخدمي الحالي للعاصمة وفق رؤية جديدة، لافتا إلى عدم وجود أي مبرر أمام الجهاز الخدمي لمحافظة بغداد لكي يشكو المواطنون من النقص الحاد للخدمات الأساس. السوداني وجه أيضا بضرورة وضع خطط سريعة لمعالجة مشاكل تقديم الخدمات الملحة للمواطنين. هذا وأكد وكيل وزير الكهرباء ورئيس وفد الجهد الخدمي والهندسي في النجف الأشرف نزار قحطان أن فريقه يمتلك صلاحيات إكمال المشاريع المتلكئة وسيعمل في بغداد والنجف والديوانية ونينوى. من جانبه أوضح محافظ النجف الأشرف ماجد الوائلي بأنه سيتم استثمار هذه المبادرة من أجل الإفادة من الأموال والتخصيصات والصلاحيات لتقديم الخدمات في المناطق المستهدفة.
تشكيل فريق الجهد الخدمي والهندسي من مختلف القطاعات الوزارية، الهدف منها حشد كافة مؤسسات الدولة لتقديم خدمة للمواطنين. الطبقة المستهدفة من هذا الفريق، احنا نستهدف الطبقات المحرومة، المناطق التي لم تصل لها الخدمات بشكل صحيح، تقديم الخدمة بشكل مباشر إلى المواطنين. مثل ما تعرفون هذا الفريق مشكل بأمر رئيس الوزراء لتقديم الخدمات بشكل سريع إلى المناطق التي تحددها المحافظة، وهي المناطق التي تعاني من عدم تقديم الخدمات ومن الحرمان. الحقيقة بينا سيد وكيل وزير الكهرباء أنه هذه اللجنة أو هذا الفريق لديه صلاحيات تتجاوز الإداريات التي تستغرق وقت المعتاد الطويل، ولديها صلاحيات ممكن أنه نستفاد من عدها كمحافظة. من جديد اهلا بكم. اكد رئيس الجمهوريه عبد اللطيف رشيد على ضروره خلق شراكه حقيقيه لحل المشاكل التي يعاني منها العراق. رشيد اعرب وخلال كلمته بمنتدى السلام والاستقرار في دهوك شدد على ضروره السعي لتنفيذ المنهاج الوزاري بدعم من مجلس النواب الذي عليه ان يساند خطوات الحكومه، مشيرا الى ان العراق لم يتمكن من اقرار موازنه عامه منذ 3 سنوات، كما لم يتمكن من اتخاذ خطوات جيدة نحو حل المشاكل. من جهته حذر رئيس البرلمان محمد الحلبوسي من عودة التظاهرات في العراق في حال عدم تحسين الواقع المعيشي والخدمي. الحلبوسي وخلال كلمته في منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط أكد أن حرية التعبير وتطلع المجتمعات إلى ظروف عيش أفضل يجعل من احتمالية عودة التظاهرات في العراق ودول الشرق الأوسط واردة جدا، مؤكدا ضرورة أن تبادر الحكومات والدول إلى إجراءات استباقية من أجل تحسين الوضع المعيشي لشعوبهم. نفى مصدر حكومي أنباء إيصال الأمريكيين رسائل لرئيس الوزراء محمد الشيع السوداني بعدم التعامل مع بعض الوزراء. المصدر ذكر أنه من يشيع هكذا أخبار له مآرب أصبحت واضحة ومكشوفة للجميع، وأضاف أن أغلب المسؤولين الأمريكيين كرروا للسوداني وللزعامات السياسية رسائل كانت تتضمن الدعم والمساندة والرغبة الجادة في إقامة أفضل العلاقات. عبر الحزب الديمقراطي الكردستاني عن رفضه الانجرار وراء الخطاب المتشنج من نظيره الاتحاد الوطني. عضو الديمقراطي صالح عمر اتهم الاتحاد الوطني بالتصعيد بالمواقف ضد حزبه والإدلاء بتصريحات متشنجة هدفها تأجيج الوضع، مشيرا إلى أن الاتحاد الوطني يريد الاستحواذ على المناصب متجاوزا على الديمقراطي وعدد المقاعد البرلمانية بحسب تعبيره. أمنيا، أعلنت هيئة الحشد الشعبي انطلاق الصفحة الأولى من عملية الإرادة الصلبة 8 في مدينة الموصل. وذكر بيان للهيئة أن قوة مشتركة من الجيش والشرطة وقيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي باشرت الصفحة الأولى من عملية الإرادة الصلبة 8 لتفتيش وتأمين مناطق جنوب وشرق وغرب وشمال الموصل، مشيرا إلى أن قوات الحشد الشعبي شاركت بستة محاور ضمن نطاق العمليات لتعقب عناصر عصابات داعش الإرهابية وتدمير مخابئها. هذا وأعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول بقتل القيادي بعصابات داعش الإرهابية المدعو حسين محمد جاسم العيساوي. وقال اللواء رسول في بيان له:
أن جهاز مكافحة الإرهاب بعملية نوعية وبكمين ناجح، ووفق معلومات استخبارية تمكن من قتل القيادي بعصابات داعش الإرهابية المكنة أبو عيسى. وأضاف أن الإرهابي يشغل منصب مسؤول التفخيخ لقاطع الرمادي لما تسمى ولاية الأنبار. تواصل القوات الأمنية مدعومة بالحشد الشعبي تعقب الخلايا الإرهابية ضمن المناطق الوعرة في صلاح الدين. آخر هذه العمليات تمخض عن السيطرة على عدد من المضافات والأعتدة جنوبي المحافظة. حيث المناطق الوعرة والزراعية تنطلق القوات الأمنية والحشد الشعبي بتنفيذ عمليات أمنية في صلاح الدين. فقد شهدت ناحية يثرب وتل الذهب جنوب المحافظة عمليات تفتيشية تمكنت خلالها القوات من السيطرة على عدد من المضافات والأعتدة التي كانت تستخدمها عصابة داعش الإرهابي لشن هجماتها الإجرامية. نحن الحشد العشائري في يثرب مع لواء 41 حشد شعبي ماضين وسنبقى ماضين في مساندة الأجهزة الأمنية في تطهير يثرب، وإن شاء الله لا نسمح لأي كائن من يكون أو من يتسول له نفسه أن يدنس بقعة، أي بقعة صغيرة نعتبرها صغيرة ما لو بأنه ما لهم وجود يمنا، وإن شاء الله تدمير كافة مضافاتهم وتدمير أماكنهم، وإن شاء الله ماضين وسبق ماضين لتحرير يثرب ونحن على العهد باقين. هو من لواء 41 هيئة الحشد الشعبي بإسناد الحشد العشائري التابع إلى أمن لواء 41 هيئة الحشد الشعبي بنصب عدة مفارس في مناطق جنوب محافظة صلاح الدين ناحية يثرب، وبالأخص منها قمنا بتفتيش المنازل المتروكة والبزول ومنطقة الصراة ومنطقة الجزرات الوسطية في ناحية في شط نهر دجلة بتفتيشها تحسبا لأي طالع. حسب معلومات استخباراتية قمنا بتفتيش هذه المناطق وبدقة. فيما أعلنت قيادة عمليات صلاح الدين قيامها بنشاط استخباري لرصد تحركات الإرهابيين في المحافظة، وكشفت عن تنسيقها مع القوات الأمنية في محافظة ديالى لإنهاء تسلل المسلحين عبر الحدود الفاصلة بين المحافظتين، والتي تشكل مصدر خطر على المواطنين والقوات الأمنية. كما تعلمون يوجد ارتباط بين محافظة صلاح الدين ومحافظة ديالى عن طريق وادي العظيم أو نهر العظيم ومناطق مطيبيجة ومقتربات مطيبيجة. هذه المنطقة تعتبر منطقة وعرة كثرة الأدغال والأحراش وكثرة أيضا امتداد سلسلة جبال حمرين، ولكن يوجد تنسيق عالي الدقة بين قيادة عمليات الجيش والحشد في صلاح الدين مع قيادة عمليات الجيش والحشد في ديالى. وعمدت قوات الحشد لتعزيز العناصر الماسكة للمناطق الوعرة وتوزيع أكبر عدد من النقاط الأمنية في عموم المحافظة. ممارسات أمنية للحشد الشعبي تهدف لتعزيز سيطرته على المناطق الواقعة جنوب محافظة صلاح الدين وعدم فسح المجال للجماعات الإرهابية لتنفيذ مخططاتها الإجرامية. محمد عادل، الربيعية الرابعة، صلاح الدين. طالبت وزارة الموارد المائية بتشكيل وفد مشترك يتولى إجراء مفاوضات جديدة مع إيران وتركيا بشأن ملف المياه. يأتي ذلك في وقت شددت فيه وزارة الزراعة على أن الموجات المطرية كفيلة بزيادة المساحات المزروعة، فيما أفاد رئيس لجنة الزراعة النيابية ثائر مخيف بوجود متابعة مستمرة من قبل البرلمان لأزمة المياه من خلال التواصل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لافتا إلى أن أزمة المياه تنطوي على شقين، الأول الخارجي والمتمثل بالحوارات مع دول الجوار، والثاني المتعلق بالتجاوزات المائية. هذا وأعلنت وزارة الزراعة عن توجيه لرئيس مجلس الوزراء محمد الشياع السوداني بتعويض مزارعي الشلب وتصفير جميع المستحقات. وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف أن خطتهم القادمة ضمن الموازنة هي دفع مستحقات الفلاحين أولا بأول من دون أي تأخير. وأضاف النايف أن الوزارة دعمت الفلاحين بنسبة 70% للبذور و50% للأسمدة
وكذلك المبيدات، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعد بادرة طيبة لحكومة السودان باتجاه دعم قطاع الزراعة، ولفت أيضا إلى أن مكافحة التصحر وملف شح المياه يجب أن يكون ضمن أولويات الحكومة الحالية. بعد أن كان يسخر بالبساتين المثمرة، يتعرض قضاء الصويرة في واسط لغزو الآفات الزراعية من أعوام، مما أدى إلى تضرر عشرات الدونمات بشكل بالغ. شجرة هاي ضعف الشجرة سوى هذا القشري، هذا وين كيمياء طن مليونين دينار هسه. قضاء الصويرة أكبر أقضية العراق المشهورة ببساتين النخيل والحمضيات، تتعرض منذ أعوام لغزو للآفة الزراعية التي فتكت بالأشجار والمزروعات بظل غياب الدعم الحكومي في مكافحة الآفة الزراعية لأعوام متتالية. والله هذا الموسم لكون إحنا حاطين إيدينا بهذا بالشجرة في سبيل عيشة أعياننا، مو إحنا مدارين شجرتنا من جبنا الخاص، من جبنا الخاص نجيب مبيد نكافح أشجارنا من جبنا الخاص، نجيب كيماوي من جبنا الخاص، نجيب دواجن من جبنا، وليس الدولة وليس الحكومة اللي موجودة عندنا هنا في محافظة واسط. زي أنت كمحافظ ما تجيب ثار على الناس؟ ليش؟ أنت قبل هاي الناس، أنت يا محافظ واسط يا مدير زراعة، أنت قبل هاي الناس، ليه ما تجي تزورها؟ انتهى الفلاح العراقي، انتهى. زين تتعب وتخسر وتوديهن للعلوة تلقى المسارات قدامك وعلى هالرنة طحين شنو عم حكينا لمن ما ملينا، ماكو فايده ماكو. زين بس ان شاء الله احنا نتمنى خير من هاي الحكومه الجديده، حكومه الاستاذ محمد الشاع السوداني لكونه مهندس زراعي، وان شاء الله التفت للفلاح بعين واحده ما يرد بعيون اثنين، وان شاء الله خير. مديريه الزراعه في المحافظه تتحدث عن مخاطبات دابت على توجيهها للحكومه طوال عامين ماضيين دون استجابه، وتعلق امالها على الحكومه الحاليه في إيلاء القطاع الزراعي اهتماما الذي يستحقه. رفعت مديريه زراعه واسط المؤشرات لهذه المساحات المزروعة بهذه المحاصيل، وفي الفترة الأخيرة قامت وزارة الزراعة متمثلة بالهيئة العامة لوقاية المزروعات بمكافحة أشجار النخيل من الحشرات الموبوءة للمنطقة، لكن أشجار الحمضيات سوف يتم توزيع المبيدات الأرضية والرش الأرضي للإخوة الفلاحين والمزارعين في قضاء الصويرة وباقي المناطق الأخرى في عموم المحافظة. هذا وتضررت عشرات الدوانم المثمرة في قضاء الصويرة بشكل بالغ الأمر، الذي دفع الفلاحين إلى ترك مهنتهم الزراعة واللجوء إلى الكسب اليومي في المدن على أمل أن يعودوا إلى مهنتهم الأساس إذا ما عيدت لها الحياة. سجاد العطية، الرابعة، وسط. إذن مشاهدينا الكرام، بالعودة في الحديث عن أسباب إلغاء مباراة منتخبنا الوطني الودية مع المنتخب الكوستاريكي، سيكون معنا عن هذا الموضوع المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنة. أهلا بك يا سيادة اللواء. إذن من يوم أمس وحتى اليوم هناك لغط عن آلية الدخول، هناك من تحدث عن ربما هناك معرقلات عند دخول المنتخب الكوستاريكي، ومن ثم ظهر الحديث عن رفض المنتخب الكوستاريكي بختم الدخول إلى الأراضي العراقية. يا ريت لو تضعنا في صورة ما حدث بالتحديد. نعم، ابتداء تحياتي بحضراتكم. أهلا بك. وإلى جمهورنا الكريم، حقيقة يعني اعتذار المنتخب الكوستاريكي عن اللعب بحجة أنه لا يريد أن يضع الختم الجوازات العراقي على جوازات سفرهم. يعني هو يعني في وقت الوزارة الداخلية ترفض هذا الموضوع وتستهجنه، وبنفس الوقت نقول أنه هذا أمر مستغرب بالنسبة لنا، لأن هذا الإجراء هو إجراء قانوني وطبيعي ويعمل فيه بكل بلدان العالم. لا يوجد بلد بالعالم يسمح بأن تدخل إلى البلد دون وجود أحكام أو نحو ذلك. هاي نقطة. النقطة الأخرى، ما أجدتي إلى علمنا أنه في يوم من الأيام أي شخص أجنبي حصلت له مشاكل بسبب دخول الأراضي العراقية بالطرق الرسمية. نعم. ما كان هذا الموجود، رغم أنه ملايين الزائرين يصلون العراق ويذهبون إلى بلدانهم، أي مشكلة ماكو ولا حصلت لهم. الحقيقة احنا ما نعرف يعني السبب، قد يكون هنالك أسباب أخرى.
طيب. دفعت المنتخب وكادره الى تغيير اتفاقهم والاعتذار عن اللعب، لكن فيما يخصنا احنا كوزارة الداخلية مستمرين بعملنا المعتاد وهو منح التأشيرات ومنح الموافقات الأصولية وتسهيل كل الخاصة بالأعمال الخاصة باستقبال الضيوف العراق. طيب سيادة اللواء، هناك حديث أو الوفد الكوستاريكي يعني ومن الأخبار المتداولة بأنه التزم بالاتفاق مع الجانب العراقي، ويقول بأن العراق لم يوفي بتعهداته. هناك حديث بأن ربما هناك كان اتفاق بدخول المنتخب الكوستاريكي من دون تأشيرة، لديكم معلومات أو يعني ربما علم عن هذا الاتفاق إذ كان قد حصل؟ يعني مؤكدا أي شخص قد يكون اتفاق ويا جهة معينة، لكن مؤكدا يعني هذه الجهة لم تأخذ رأي وزارة الداخلية، ووزارة الداخلية ملتزمة بواجباتها اللي تتعلق وتتماشى مع القوانين الخاصة ب يعني آلية الدخول، قوانين الجنسية وغيرها والتجنس والدخول والإقامة والأجانب وغيرها. إذن يعني تحياتنا وللضباط الموجودين عند المنفذ بتنفيذ الإجراءات القانونية واللازمة بدخول أي كان، حتى وإن كان الوفد أو الفريق رياضي. بالتالي كان هناك لغط كثير عن هذا الموضوع، هذا يعني وإحنا مقبلين على استضافة بطولة كأس الخليج، من الممكن هناك بعض الإجراءات حتى نتلافى مثل تكرار مثل هذه الحادثة؟ سيادة اللواء إذا تسمعني. نعم أسمع إذا تسمعيني. الصوت واضح بالنسبة إلي. اليوم إحنا مقبلين على بطولة استضافة بطولة الخليج، من الممكن أنه هناك إجراءات معينة حتى نتلافى مثل ربما تكرار مثل هذه الحوادث؟ بصراحة احنا يعني قضية الدخول يتم وفق الأصول المعمول عليها في كل دول العالم. ما نسمع انه هناك بلد في العالم يدخلون فيه المواطنين دون أختام ودون يعني الإجراءات المعتادة والقانونية. اليوم احنا في بلد يتمتع فيه الأجواء آمنة وكل الأمور مهيئة لاستقبال الضيوف، وكل الإجراءات والترتيبات الأخرى خطط إلها ونفذت وما أخو أي مشكلة بهذا الجانب. وحتى ما وقت إن في يوم من الأيام أنه شخص أجنبي حصلت له مشاكل بسبب دخوله العراق أو يحمل ختم الجوازات العراقية، لذلك قد تكون هنالك أسباب أخرى إحنا ما نعرفها دفعت بالوفد الكوستاريكي إلى رفض الدخول بهذه الطريقة القانونية. نعم. إذن المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنة كنت معنا عبر الهاتف مباشرة، شكرا جزيلا لك على جميع هذه الإيضاحات. بعد سنوات من العمل والخدمات الرديئة، تهيمن شركات الهاتف النقال على قطاع الاتصالات من دون وجود منافس وطني في ظل مطالبات بإبعاد أيدي الفاسدين عن هذا الملف الحيوي. يعود الحديث عن قطاع الاتصالات في البلاد إلى الواجهة من جديد، عود جاء بعد تحرك نيابي لإعادة فتح ملفات شركات الهاتف المحمول ومسار حكومي تمثل بدراسة إطلاق رخصة الرابعة لشبكات الهاتف النقال. وما بين هذه الأحاديث يرى المختصون في هذا المجال إن الوقت قد حان لزج شركات وطنية تنافس في مجال الاتصال وتكنولوجيا المعلومات، كون جميع الإمكانيات المادية والبشرية متاحة لذلك. نحتاج احنا همه من ايضا القنوات الفضائيه في التثقيف لهذه الهجره من الطرق الكلاسيكيه الى الرقمنه، نسميها الى التحولات الرقميه، وهنالك ايضا جهد نحتاجه تشريعي. هنالك ثلاث قنوانين موجوده في مجلس الدوله لم تشرع لغايه الان تعنى بموضوع التحولات الرقميه والحكومه الالكترونيه، وايضا هنالك مجموعه توصيات الى وزاره الاتصالات لجهوزيه البنى التحتيه. فإن شاء الله يعني أنا أعتقد المستقبل سيكون بنتائج أفضل. أخصائيين موجودين في العراق لا يقلون شأنا عن الباحثين والمفكرين والمبدعين
في دول العالم، لربما تجدهم في أغلب دول العالم هم من العراقيين، فالتكنولوجيا أصبحت يعني ضرورة ملحة للبلد، بأن من الممكن الإنسان أن يؤسس شركة وطنية خاصة بدون الحاجة إلى شركات وسيرفرات في دول الخارج. هذا الأمر يعني يحتاج إلى جهد وطني، برنامج حكومي حقيقي يلبي حاجة المجتمع ويلبي حاجة الفرد بالكامل لتغطية هذه الرغبة الوطنية لعمل شبكة وطنية. الهيمنة التي فرضتها شركات الهاتف المحمول طيلة عقود بتسعيرة اتصال مبالغ فيها مقابل خدمة متذبذبة في أغلب الأحيان، يضاف إليها التعرفة الضريبية المفروضة منذ عام 2015 نتيجة لإجراءات التقشف، عوامل قد تدفع اليوم للمطالبة بمراجعتها وتصويبها نحو خدمة حقيقية للصالح العام، بعيدا عن إثقال كاهل المواطن بمبالغ كان يجب أن تتحملها شركات الهاتف بصورة مباشرة. طبعا هذا الكارت يعني صار عبء إضافي على المواطن، حتى ارتفع سعر الكارت الموبايل إلى تقريبا 25%. هسه الحمد لله اعتقد اكتفت الحاجة لهالشيء، يعني الوضع الاقتصادي بالنسبة للبلد نوعا ما تحسن وهناك وفرة مالية. كان المفروض انه يخلون صوء عيونهم انه المواطن ده يتحمل كلف اضافية في وضع اقتصادي المفروض يعني حسن. فان شاء الله يعني وزارة الاتصالات، وزير الاتصالات انا سمعت في احد الاخبار انه قدم هذا المقترح، وان شاء الله يعني يتمنى رئيس الوزراء. تقييمنا بالمجمل لقطاع الاتصالات بحسب المختصين فيه لم يصل مستوى ما هو مقدم في دول مجاوره للبلاد قياسا بالمبالغ المستقطعه من المواطن نتيجه لهذه الخدمات، ما يجعل المعنيين بهذا الملف امام مسؤوليه اصلاحه او معالجه الهفوات التي رافقت. دول عدة جعلت القطاع الاتصالاتي رافداً مهماً لتمويل موازناتها المالية، كونه يدر الكثير من الأموال، فضلاً عن أهميته بحماية أمنها القومي. مصطفى علوش، الرابعة، بغداد. ختام هذه النشرة نذكركم بعناوينها. بعد تكرار الحرائق السوداني يعفي مديري سلطة الطيران المدني ومطار بغداد ويوجه بالتحقيق في إجراءات العقد الخاص بمنظومة الإطفاء. رغم التسهيلات العراقية منتخب كوستاريكا يصر على عدم اللعب في البصرة، والداخلية تصف رفض ختم جوازات الوفد بغير المقبول. رئيس الوزراء يشكل لجنة عليا برئاسة أبو علي البصري لمواجهة ملفات الفساد الكبرى، ويوجه بسحب يد مدير عقارات الدولة. لتجفيف منابع الإرهاب انطلاق عملية الإرادة الصلبة بمرحلتها الثامنة في الموصل، ومكافحة الإرهاب يقتل قيادياً داعشياً في الرمادي. للمزيد من الأخبار وإبداء الآراء حول نشراتنا يمكنكم متابعتنا على موقع القناة وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب، انستغرام، تيليجرام، تويتر، سناب شات، وتيك توك. شكرا لكم وإلى اللقاء.